أصلي إن كلماتي تكون بسيطة ومباشرة وقصيرة. بنحكي في موضوع التغيير بقالنا فيه شهور. النهاردة عندي حاجة تاني في التغيير. بقالنا شهور بنتكلم إزاي نتغير، إزاي نتغير، ازاي نتغير، ازاي نتغير، ايه اللي تعمله عشان تتغير، ومين اللي بيغير فيك، ومين اللي يقدر يغير فيك، وانت هتتغير لايه بالظبط، وهل في احتياج انك تتغير ولا ما فيش احتياج انك تتغير. وانا اعتقد ان الكلام طويل وكتير، لكن النهارده في اوقات في حياتنا تسمعت كلام كتير قوي، وحاولت محاولات كتيرة جدا، لكن جه عليك وقت ما عندكش حاجة تعملها إلا لو كان عندك فرصة، لو خطر ليك النهاردة إن الرب يسوع داخل المكان ده. أكيد مش هنقول زي الناس اللي هتقول للجبال غطينا وللأكام اسقطي علينا من وجه الجالس على العرش عشان إعلان غضبه على خطايانا، لكن احنا مصدقين ومؤمنين وعندنا ثقة ان احنا هنكون فرحانين جدا بظهوره. لكن لو الرب يسوع داخل في وسط الناس وفي وسط الزحمة النهاردة اللي احنا موجودين فيها، يا ترى عندك حاجة عايز تقولها له؟ يا ترى هتستنى الناس تتقدم عنك، ولا أصل الأسيس والشيوخ والناس مقربين هيرحبوا بي وماشيين معاه، فأنا فين مكاني؟ ماليش مكان يعني. طب استنى الطابور، يمكن لو واقف يسلم على حد. طب هو مش باين عليه هيقف يسلم على حد، أعمل إيه؟ لو عندك احتياج شديد جدا وسمعت أو شفت أو قالوا لك إشاعة أن رب يسوع موجود في المكان ده، الحاجة الوحيدة اللي هتلفت الانتباه، والحاجة الوحيدة لو انت في الأعماق عندك احتياج محدش هيسدده غير شخص الرب يسوع، ولو جواك شوق ان في حاجة في حياتك تتغير ومفيش غير هو بس اللي هيغيرها، مش هيكون عندك غير انك تعمل حاجة واحدة، انك هتصرخ. هتعمل ايه؟ هتصرخ. وأنا تأملي البسيط الليلة هو صرخة، أيوة، للتغيير. التغيير ده خلاص يعني عامل مشترك في كل حاجة. صرخة علشان أنا نفسي أتغير. خلينا نقرأ صرختين في إنجيل مرقس بسرعة. مرقس الأصحاح 10 وعدد 46 بتقول كلمة الله: وجاءوا إلى أريحة. جاءوا اللي هو الرب يسوع وتلاميذه. أريحة النهاردة اللي يعرف الخريطة في الضفة الغربية، المكان في دولة فلسطين. أريحة هي أول مدينة دخل منها شعب الرب إلى أرض الموعد. ومهما تكوني، كلنا حافظين مهما تكوني حصينة، اللي هي على راح تقع يا أسوار عن أريحة. أريحة المدخل، وأريحة هي أقرب الأماكن من كل الناس اللي جاية من الجليل وعبر الجليل والسامرة، تمرق من هذا المكان وتعدي تيجي من أريحة تدخل على أورشليم. والرب يسوع، نفسي أقول لك على حاجة، الرب يسوع عابر بأريحة بعديها بساعات. الرب يسوع وصل إلى أورشليم للمرة الأخيرة. دي آخر مرة الرب يسوع يعبر بيها من أريحة. محدش يعرف القصة دي، محدش يعرف إن دي إحنا بنقول المرة الأخيرة، لأن إحنا بنقرأ التاريخ لورا، لكن هو بيكتب هنا محدش يعرف إن دي آخر مرة الرب يسوع هيعدي فيها في أريحة. وجاءوا إلى أريحة وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي.
اللي بيستعطي في إسرائيل في تلك الأيام لابد أن يكون معاه رخصة، وأنا أقول لكم الرخصة هي إيه. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يعمل إيه؟ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرين ليسكت. لو ما كانوا تعمل إيه؟ ونعمة مش شايف ومش عارف هو فين أساسا، مش عارف هو فين، يعني المسافة مش عارف هو فين، هو على بعد كيلو ولا 500 كيلو متر ولا هو فين بالضبط، هو فين. وبعد كده وأنا بصرخ لقيت كل الناس تقول لي: يا عم اسكت يا أخي، بس يا خلينا، مين سامعك أنت ولا مين شايفك ولا أنت دريان بيك. وده راجل بيستعطي يعني قاعد على الأرض. تقول كلمة الله: فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر، نعجباني كلمة وأمر دي، وأمر أن ينادى. فنادوا الأعمى، نفس الجماعة اللي انتهروا، نفس الجماعة اللي سكتوا، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه. ايه قصة طرح؟ ليش معنى طرح رداءه؟ يعني ما ليه طرح رداءه؟ عشان يمشي بسرعة، عشان ياخد بعضه. رداءه ده الرخصة المعطاة ليها من الكهنة ورؤساء الكهنة انه مقبول ليه انه يستعطي. ده اكل عيشه، ده الحاجة اللي هو بيها مسموح ليه انه يستعطي، ليه رخص. يعني راحوا شافوا ظروفه وأموره، ملوش حد، ما يعرفش ولا حد، فادوله رداء. هذا الرداء هو الرخصة بتاعته انه يكون شحات قانوني، ان يكون مستعطي رسمي. تقول كلمة الله انه طرح رداءه وعمله وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ قال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. قال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر. وتبع يسوع في الطريق. أنا ما أعرفش كم واحد فينا بيستعطي الليلة، وأنا مش عارف إيه الرخصة اللي موجودة في حياتك أنت بتستعطي بيها. يمكن جرح موجود في حياتك، يمكن عيب معين، يمكن مشكلة في حياتك، ده اللي مخلياك بتقول لنفسك وبتقول للناس اللي حواليك: أنا عشان كده بستعطي. بستعطي إيه؟ بستعطي عطف، بستعطي حب، بستعطي اهتمام، بستعطي علاقتي بالله. مش ابن ولا بنت، سامحني، علاقة شحات. يا ريت لو تتحنن عليا، لو تعطف عليا، لو ترمي لي حاجه، لو تديني حاجه. ما طبعا ما انا مش زي فلانه، ما طبعا ما انا مش زي علان، ولا عيالي زي عيال علان ولا فلان، مع ان انا بحاول ارضيك وماشي جنب الحيط وبعمل كل حاجه. مش عارف ايه اللي انت بتستعطيه وايه اللي انت بتشحب بيه، لكن روح الله اللي عايز النهارده يتكلم الي واليك في وسط الزحمه اللي موجوده، وما أكتر الزحمة اللي موجودة في الحياة. مرات كتيرة بترفع صوتك وانت حاسس انه ان السماء زي النحاس. الكتاب بيقول السماء زي ليه؟ زي النحاس. فتعود صلاتي الى حضني، يعني اصلي فتعمل ايه؟ تضرب في السقف وترجع عليا، ما حدش سمعني، ما حدش حاسس بيا. لما تحس ان صلاتك ما حدش سمعها، لما تحس ان اللي حواليك مش منتبهين اللي انت بتعمله، لما يكون الاحتياج اللي جواك ملح جدا. بارتيماوس بعد سنين هذه عددها، ده مش عنده مرض مزمن يا جماعة، ده حالته كده خلاص بقى، يعني عقليته دماغه: أنا أعمى، أنا أعمى، ربنا كده، ربنا سمح بكده، ربنا ده نصيبي في الحياة، أنا أعمى. ولأنه أنا أعمى خلاص هتعايش مع ده، أنا موجود مع ده. لكن لما سمع أنه الرب يسوع عدي ومارر هناك، صرخ. والصرخة اللي قالها، اسمعني، الصرخة اللي قالها بتقول: يا ابن داود ارحمني. يعني يا ابن داود، يعني يا ابن داود. الرب يسوع من سبط يهوذا، الرب يسوع من سبط يهوذا، اللي منه داود
الملك، وكلمة ابن داود يختص بيها فقط المسيح الآتي ليجلس على كرسي داود. بارتماوس الأعمى بينادي على الملك، بارتماوس الأعمى بيقول يا ملك أنت وحدك تستطيع أن تعطيني ما يسدد حاجتي، أنت وحدك اللي تقدر تشفيني، أنت وحدك اللي تقدر لأن ليك السلطان أنك تخلصني من هذا القيد. كلمة الله بتقول فانتهره كثيرون ليسكت. ما عرفش كم واحد فينا مجرب ياخد رأي حد. يا أخويا كلنا بناخد رأي حد في أي احتياج عندك. أنا تعلمت بعد سنين لما أقول ما أعرفش، ده محتاج تدريب عالي جدا جدا، محتاج نعمة من الله، وبالذات لو أنت كنت زي حالاتي كده مفروض أنك تجاوب على كل حاجة في الدنيا. ليه؟ ليه مش أنت بتمثل ربنا هنا على الأرض؟ ليه حصل وليه كان وعشان إيه وبتاع إيه؟ وكل ما تتقدم في العمر تكتشف أنك عندك أجوبة قليلة جدا. ومرات كتير ما عنديش حاجة أقولها غير أن أنا ما أعرفش. لسه أنا ومراتي كنا بنتناقش على حاجة قبل ما ننزل من البيت، وقلت أن أنا ما أعرفش. أنا ما أعرفش، في حاجات ما فيهاش تمييز، في حاجات مش واضحة، في حاجات مش النور مش منور فيها علشان أقول فيها ده صح ولا غلط ولا الرأي إيه، في حاجات ما أعرفش. لكن كتير مننا تعبانين، مش تعبانين من ربنا، تعبانين من الناس اللي بتقول إنها تعرف ربنا، لأنها تعرف ربنا فبيقول لك رأي يمين، واحد تاني يقول لك رأي شمال. وياريت الأولاني، ياريت التاني محترم رأي الأولاني بس ليه وجهة نظر، لكن بيقلل من الأولاني عشان يثبت وجهة نظره. وهو انتهره كثيرون ليعمل إيه؟ بس بقى بس بقى بس 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 بس. صلاتك نافعة في حاجة؟ مش نافعة في حاجة. في حاجة أنت ما فيش حاجة، ما فيش شيء. في حاجات في حياتنا أوقات وإحنا بنصلي وإحنا بنتكلم لله أنا مش شايف حاجة، لكن أنا سامع طشاش حواليا بيقول إنه هو موجود، ولأنه موجود أنا قلت طلبتي. لكن أول ناس سكتوني الناس اللي أنا عايش وسطيهم، الناس اللي في الزحمة، الناس اللي حواليه، كل الناس اسكت اسكت اسكت. الاحتياج وتصديقك إنه هو ملك الملوك ورب الأرباب ولسه موجود وحي هو اللي حيدي لك إنك تكمل صراخ. أنا مكمل صراخ، مش حسكت لأنه صوتي مش جايب. طب أقول لك على حاجة، مش أنت بتقول لي اسكت، أنا هعمل إيه من ناحية تانية؟ أنا هجيب أعلى نوتة من فوق. في أعلى نوتة بتوع موسيقين إيه من فوق؟ دو ري مي فا صول لا سي دو. معرفش انا بقول صح ولا مش بقول صح، بس في حاجه، في حاجه عاليه خالص فوق، في حاجه شيء عالي. انا هجيب اعلى ما في صوتي يا ابن داود ارحمني. زحمه زحمه. حد راح مولد؟ اخواتنا بتوع الصعيده بتوع الموالد، اخواتنا مفيش لبنانيين كتير هنا عندهم موالد برضو. لما تروح المولد صعب انك تسمع حد واقف جنبك، صعب من كتر الاغاني والطبل والزمر و600 حاجه ناس. والرب يسوع لانه عابر في هذه المدينه فجمع غفير، ناس زحمة، عشرات مئات ماشية. لو أنت ماشي في وسط 50-60 فما بالك بآلاف بيتكلموا في نفس الوقت ووقع الأقدام على الأرض وهم ماشيين، مين يسمع صوت حد؟ مين يسمع صوت حد؟ وده اللي خلى بارتماوس الأعمى يعلي صوته أكتر ويعلي صوته أكتر ويصرخ ويصرخ. ولما صرخ تقول كلمة الله وقف يسوع. أنا بصلي إنه يرجع يكون جوانا صراخ يسترعي انتباهه إنه يقف علشاني وعلشانك،
ان يوقف كل حاجة لانه في صوت جذبه، لان في صوت احتياج خارج من القلب بيقول انا محتاجك، والصرخة اللي هنا بتقول ارحمني، انا مستني رحمتك، انا مستني انك ترحمني من ألمي، من وجعي، من العمل اللي انا عايشه، من الحياة اللي من غير حد واللي من غير عشرة ومن غير ناس، واكيد مش متجوز، واكيد ولا عنده عيال، واكيد مفقود، واكيد وحيد، واكيد منبوذ، واكيد حياة الاستعطاء حياة مرة، واللي جربوا الاستعطاء واللي عايشين فيه في حياتهم عارفين قد ايه مر الاستعطاء، قد ايه انك تشحت حب، انك تشحت اهتمام، انك تشحت خدمة، انك تشحت حد يحس انك موجود هنا، موجود، انا موجود، انا موجود، والصرخة تعلى وتعلى وتعلى وتعلى، تقول كلمة الله فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فقولوا نفس الناس اللي كانوا بيسكتوه من شوية وقالوا له ثق، عارف أنا لو عندي يعني مجال للحديث وأنا قاعد جنب بارتيماوس واللي جاي بيقول لي ثق ده أقول له إيه؟ اختش على دمك يا أخي، أنت مالك أنت؟ ما أنت مالك أنت، ما أنت من شوية كنت عمال تقول لي إيه؟ اسكت اسكت بس بلاش صداع اسكت، والنهاردة جاي تقول لي إيه؟ ثق ثق ثق. عارف الثقة جاية منين؟ هو أمر فصار، هو قال فكان. الكلمة منك مش أوهام، الكلمة اللي خارجة منك ليها سلطان أنه يحرك، والكلمة اللي خارجة من رب يسوع شايلة سلطان كافي، هو بيقول نادوه أنه يجي وهم بيقولوا له ثقة قم أوف، هو ذا يناديك. الرب دعيك أنك تروح عنده، الملك اللي أنت بتصرخ عليه بيقول لك تعال إليه. أول حاجة يعملها هذا الشحات يا إما يدور على حد جنبيه كده عشان ما يخلي معاك الرداء، خلي معاك الرداء، أوعى يعملك ده، أنا آخر مرة اتقطع مني اتبهدلت ورحت وقفت خمس أيام وعملت مش عارف إيه علشان يدوني رداء غير، الله يخلي، خلي معاك الرداء ليه؟ لأنه ده اللي أنا هرجع أعمل إيه؟ أقول لكم على حاجة، بارتيماوس الأعمى شوفي عندما طرح الرداء وقام، لأن الرخصة اللي أنا معتمد عليها أن هكمل بيها حياتي أشحت أهيها على الأرض. ليه؟ لأن أنا مش راجع للحياة دي تاني، لأنه في حاجة السيد حيصنعها في حياتي الآن حتغيرني، اللي بيها أنا مش محتاج أستعطي تاني، ولا محتاج أتكل على ده تاني، ولا محتاج أشحت تاني، ولا محتاج أرجع للقديم تاني، لأن في صرخة قادرة أنها لما يسمعها السيد تغير حياتي 180 درجة. أنا مصدق في ده، واللي قال في بارتيماوس وهو بيقوم يأتي إلى السيد، وعندما أتى إليه سؤال غريب قوي، عايز إيه؟ عايز أكحل عيني اللي عايز إيه يعني؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد أن أفعل بك؟ أنت بتقول ارحمني، أنت شايف الرحمة إزاي؟ إيه اللي ارحمك فيه؟ ارحمني، قول لهم يطلعوا لي مرتب بدل البهدلة دي، ارحمني، ارحمني يدوني مكان كويس بدل ما أنا موجود في أريحة أبقى فاكرين الراجل اللي كان بيستعطي على باب الهيكل ده، طبعا ده ليه واسطة هناك عشان الحتة دي مليانة، وهناك بقى عارفين التحنن، التحنن وانت داخل بيت الله وخارج بيت الله، فانت عايز تعمل خير فتعمل ايه؟ ترمي وانت طاق، ده مكان خاص جدا، رقيني وديني هناك. ماذا تريد ان افعل بي؟ تفعل بي حاجة واحدة بس، اريد ان ابصر. ورب يسوع بيقول اذهب اذهب، مش انا اللي شفيتك، مش انا اللي شفيتك، ايه اللي شفاك؟
إيمانك قد شفاك، لأنك صدقت، لأنك صرخت، لأنك مسكت بده، لأنك رفعت صوتك وقلت، لأنه مهما كانت الكلمات والناس اللي ضدك بتقول لأ ومفيش منفعة، مهما كان الزمان اللي انت فيه أعمى، مهما كان الزمان اللي انت فيه محتاج وبتستعطي، عندما تسمع أن السيد موجود في مكان ارفع صوتك واصرخ إليه وقول يا ابن داود ارحمني، أنا مستني رحمتك. في التغيير أوقات حاجات محتاجة تعملها وحاجات هو هيعملها فيك ويغيرها فيك، لكن توصل في نقطة في الحياة الأمر محتاج إليه، محتاج لصرخ، محتاج أن أنا صرخ، محتاج أن أنا أرفع صوتي لما تكون هي دي الصرخة الأخيرة، زي ما كان بيقول يعقوب لن أطلقك إن لما يا عم اختشي على دمك، ده انت فخدك مكسور ومحني وعم بيزحف على الارض ماسك في رجليه، بيزحف بيسحبه الرب، بيسحب يعقوب وهو بيقول مش حسيبك. عايز ايه؟ باركني، لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد، بل اسمك امير الله، لانك جاهدت مع الله والناس وإيه؟ وغلبت، مش مكسور لكن غالب. ما عرفش كم واحد فينا مكسور الآن، ما عرفش كم واحد شايفني الليلة وانت مكسورة وانت مكسور، ورغم الكسرة اللي فيك ورغم الكسرة اللي فيك لسه فيك صوت، لو آخر جملة عندك صرخ وقول يا ابن داود ارحمني، ارحمني. واحنا بنكمل الاصحاح ده مع بعض، لو كلمه الله لسه مفتوحه بين ايديك خليني اقول لك صرخه تانية موجوده هنا. رب يسوع دخل الى اورشليم بعد ما تقول كلمه الله للوقت ابصر وتبع يسوع في الطريق. ايماني نبيل يعني، ان بارتماوس كان موجود عند الصليب والرب يسوع بيتصلب، رأى بعينيه رب المجد وهو يصلب، تبع يسوع في الطريق. تقول كلمة الله لما جاءوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عني عند جبل الزيتون، بعد ما جهز عشان يجهزوا للفصح رب يسوع هو داخل أورشليم، تقول كلمة الله عدد 7، فأتيا بالجحش إلى يسوع والقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا، ارفع صوتك معاي، وكانوا يصرخون قائلين أوصنا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعلى. لو رجعت مزمور 118 هتلاقي هذه الكلمات وهي بتقول أوصنا، أوصنا بالعبري هوشعنا، يعني هوشعنا خلصنا، ناس بتصرخ وتقول خلصنا خلصنا يا ابن داود، نفس الصرخة اللي كان بيصرخها من لحظات من دقائق من ساعات بارتماوس الأعمى، شعوب كثيرة جدا والرب يسوع داخل أورشليم وهم بيفرشوا ثيابهم وهم بيجيبوا سعف النخيل والرب داخل على جحش. الملك اللي يدخل إلى مدينة لا يدخلها راكب على فرس، ملك السلام يدخل على جحش على حمار، وعشان كده كل الناس عرفت ان دخلت يسوع إلى أورشليم وهو راكب حمار، انه ملك الملوك قد أتى إلى هذه المدينة. عشان كده كل الناس بتصرخ، كل الناس بتصرخ وبتقول خلصنا خلصنا خلصنا. جوه قلبي صرخة الليلة عايزة تقول للرب
خلصني يا رب، خلصني من ألمي، خلصني من وجعي، خلصني من حرتي، خلصني من مرضي، خلصني من اللي أنا شايله على كتافي، خلصني من التوهان اللي أنا ماشي فيه، خلصني من الحياة اللي شوية فوق وأكتر من شوية تحت، خلصني من نوعية الحياة المزدوجة، خلصني من أنا شايف وعارف إن فيك قوة وإن عندك بروحك القدوس تقدر تعمل كتير، لكن أنا شايف إني عاجز إني أعيش ده. خلصني من العوز، خلصني من الحاجة، خلصني إن أنا عمال أخبط يمين وشمال، خلصني من أن أنا عمال أصرخ ومفيش حد سمعني للدرجة اللي فيها أنا حاسس إنك أنت نفسك مش سمعني. خلصني. ليه تخلصني؟ عشان تغير الموقف اللي أنا موجود فيه، عشان تغير الحياة اللي أنا عايشها، عشان تغيرني للشيء اللي أنت عايزه واللي أنت خلقتني عليه. عشان كده النهاردة تغييري وتغييرك محتاج إلى الصرخة. مين حيطلع الصرخة دي من جوه قلبه؟ مين حيطلع الصرخة دي وهو حاسس بيها؟ يمكن مخنوقة في زورك، يمكن مخنوقة جوه قلبك، يمكن ملكش قوة انك تطلعها، يمكن تطلعيها في دمعة نزل على عينيكي ونزل على خدك، لكن الرب قريها ان جواها فيها صرخة طلع من جوه. يمكن يكون صوتك المكتوم زي صوت حنة ام صمويل اللي مش قادرة تنطق الكلمات لان نفسها كثيرة، لكن الرب سمع الى صوتها لأنها صرخت من جوه القلب. في الليلة صرخة قلب الرب حيسمعها. في حد مننا الليلة حيوقف الرب يسوع وحيسمع الكلمة هو بيقول ثقم هوذا يناديك. اقف على حيلك من تاني، اقف لملم نفسك من جديد، لملم كل اللي فيك، واللي انت شايفه انه هو ضمانك، واللي انت شايفه انه هو امانك، واللي انت شايفه انه هو ده اللي هتتكل عليه واتكلت عليه الايام اللي فايته، ارميه، ارميه وانت مصدق انا مش هرجع اشحت تاني، انا مش هرجع اصطاعتي تاني، انا مش هرجع اعيش مزلولة تاني، انا مش هرجع اعيش مكسورة تاني. ليه؟ لان ملك الملوك ورب الارباب لسه حي وموجود ويجازي الذين يطلبونه. روح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين، المأسورين يسمعوني، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ده شغل الرب يسوع وهو لسه موجود. بطرس بيشهد عنه في أعمال 10:38 ويقول يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي، قول معايا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. نفسي أنادي عليك النهاردة، نفسي أتكلم على حياتك النهاردة، نفسي كلمة الله تيجي عليك من تاني تصحي الدوافع من جواك، تصحي الصوت النايم في داخل قلبك وفي داخل أعماقك إن لسه في حد بينادي عليك ويقولك إن الحياة لسه تستاهل إنك تعيشها علشاني، لسه تقدر تكملها لأجلي وإنت مرفوع الرأس. ممكن تكون مكسور، ممكن تكون متصاب، ممكن تكون في معركة والشرير جايب كل أسلحته ضدك، لكن ثق إن أنا لسه معاك، ثق إنك لسه في موكب النصرة في المسيح يسوع إلى النهاية، ثق إن روح الشكر اللي هتكون موجودة فيك من روح القدوس اللي بيسكن في داخلك هيدي لك عيون شخصة وأذان سمعة إنك لسه شايف ملك الملوك ورب الأرباب جالس على العرش وكل شيء خاضع تحت قدميه. ما تخافش، ما تخافش واتطمن من تاني، ما تخافش ولملم حالك من جديد، ما تخافش وطلع الصرخة من جوه عشان تقول له أنا النهاردة ما عنديش حتة تاني أروحها، ما عنديش حد تاني ألجأ له، لكن مش حسيبك، أنا مش حتركك، لأني لازم أسمعك صرختي اللي بتقولك من فضلك مد إيدك وغير الموقف يا رب، مد إيدك وغير الموقف. إحنا ما بنصرخش غير لما نحس بالأزمة. حبيبي خد بالك وانت بتعدي،
حبيبي خد بالك وانت تعدي، لكن لو جه عدى وانت شايف العربية اسم يسوع. ليه؟ كويس انك تخضيت. بص اللي جنبك قول له يا رب تتخض. ليه؟ ردوا عليا ليه؟ خطر، حياة وموت، فتطلع الصرخة، تطلع الآهة، يطلع اللي من جوه اللي محوشه اللي مش هممني بقى مين. عيب عليك وطي صوتك انت في الشارع، شارع ايه وبتاع ايه؟ ابني بيعدي، ابني هيروح، العربية هتخبطه، ما يهم مش شايف حد من الناس. اقول لكم على حاجة، احلى ما في الموقف ان بارتيماوس الاعيا ما كانش شايف الوجوه العبسة الكلحة اللي بتقول له اسكت. صدقني انا لو شايف الوشوش دي والوجوه دي زمان كنت اتنبأ وانا مفتح عينيا، بعد سنين من كتر عباسة الوجوه بقيت اغمض عيني وانا بتنبأ. ما انت بتتنبأ تلاقي واحد عمل لك كده والتاني مش عارف عمل لك ايه، فانت خلاص نسكت، خلاص نغمض عينينا احسن. هوشعنا، معرفش حياتك واصله للصرخه ولا لسه. في البعض مننا مش واصله للصرخه، مقضيها كويس يعني، معديها ماشي الحال. يا سيد ارحمني، ابنتي مريضة جدا، لم آتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. الاحتياج مليني، الصرخة جوايا مش هتنتهي. تحنن عليا، جت عند رجلي، ركعت، سجدت، تحنن عليا. ليس جيدا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح. أنا عايزك تكون مثلا في الكنيسة دي، واقفين بعد الكنيسة هنصلي للناس، فأنت جاي تطلب مني، فأنا أقول لك الحقيقة إحنا مش بنصلي للكلاب هنا. تعمل إيه؟ على كنيستكم، على اللي جابوكم، على لبس الخضر. حد سمع حاجه انا قلتها؟ حد سمع اي حاجه؟ طبعا كنايس ايه يا جدع؟ وناس ايه؟ ايه وماله؟ الكلاب بتاكل من الفتات الساقط، انا مستنيه الفتات اللي هينزل منك. ورب يسوع لم أرى، أنا ما شفتش زي كده. للناس اللي هم بيقولوا مؤمنين، للناس اللي مولودين في الإيمان، للناس اللي هم البنين، أنا ما شفتش فيهم إيمان زي ده. ونفسي أقول لك على حاجة، الليلة وإحنا جايين نكسر خبز مع بعض وحنيجي نتناول مع بعض، اللي هيشفيك الليلة إيمانك، اللي هيشفيك الليلة إيمانك، ثقتك اللي محطوطة فيه من تاني، الإلحاح اللي موجود جواك وهو بيقول أنا مليش حد غيرك. شعية 12 خلينا نتنبأ بيها على حياة كل واحد فينا هنا في هذا المكان. شعية أصحاح 12، هاللويا. شعية أصحاح 12، وتقول في ذلك اليوم. ايه هو فين امتى ليه ازاي ذلك اليوم؟ ايه هو ذلك اليوم؟ اللي يرى الاصحاح اللي قبليه بيتكلم عندما ياتي السيد ليملك. كم واحد مصدق ان الرب يسوع ملك؟ كم واحد مصدق انه لسه ليه سلطان؟ مصدق على مشكلتك، على مرضك، على مرض قريبك، على اي حاجه ليك؟ لسه ملك، لسه ليه سلطان، لسه ليه الكلمه الاخيره. هو للكلمة الأخيرة، حولها لك مرة تانية، هو للكلمة الأخيرة. تقول في ذلك اليوم
ارفع صوتك معايا للي معاك كتاب مقدس. أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. لرنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي، صوتي هنا يعني صروخي، صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل. ارفع ايدك معايا وقول انت لسه عظيم في وسطنا يا رب، انت لسه عظيم في وسطنا يا سيد رب. وانا بصلي من قلبي الليلة ان الصرخة تطلع من قلبك، تطلع من اعماقك، ان كان لنفسك وان كان لغيرك، لكن صرخة تغير الموقف وتغير الحياة. بارتماوس الاعمى مرجعش شحات تاني، بارتماوس الاعمى مرجعش يقعد على الطريق مستني كل حد يرميله لقمة. بارتماوس الاعمى صرخته غيرت حياته مرة وللابد. وأنا مصدق الليلة أن في ناس فينا في هذا المكان، في ناس بتشاهد صرختها هتصنع تغيير في حياتها مرة وإلى الأبد. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. ارفع قلبك معايا وانت قاعد في مكانك. هو عارف احتياجك وعارف ألمك، عارف وجعك، عارف الحتة اللي ملهاش حل. هو جاي لك دلوقتي عايز يسمع منك الصرخة، عايز يسمع منك كلمة وانت بتقول ارحمني. وهو هيسألك السؤال مرة كمان، ارحمك ازاي؟ مستني رحمتي تبان ازاي؟ قل له احتياجك في كلمة، قل له احتياجك في جملة، لكن قول من قلبك اللي انت محتاجه. صدق النهاردة ان احنا واقفين قدام عرشه، صدق الان ان الملك هيصدر امره وكلمة واحدة منه قادرة تخضع وتغير كل حاجة. بس صدق من تاني، يرجع لك الايمان من جديد، يرجع لك الثقة من جديد اللي فيها قادر انك تصرخ وقادر انك تعلن شوق قلبك قدامه. انا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، انا محتاج لمسة روحك تغيرني، وانا محتاج يسوع دمك يطهرني، وانا لما اجي واشوفك واشوف اسمع لك فوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وأنا لما أجي وأشوفك وأشوف اسمع لك فوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف أو أنا جاي، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، المسني حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني، صرخها البسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أمر قلبي بحنانك ورويني. أنا محتاج لمسة
محتاج يا رب. أنا محتاج أمسك روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. هتفتح عينيا هشوف اسمي على كفوفك يا رب. كله انا محتاج، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، امر قلبي بحنانك وارميني. جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رني واشفيني، اسمسني بسلطانك وريني مجد جلالك، امر قلبي بحنانك وارويني. لما تعرف انك ابن لله وانك بنت لله، لما روح الله يصرخ فيك ويقول ابا، انا محتاج لمستك يا رب. اقف معايا وانت في مكانك. أنا مصدق إن الصرخة هتوصل ودانه، أنا مصدق إن الآهة هتطلع، عشان إحنا مش بنعمل تمثيلية، لكن لأن في ناس حقيقيين هنا جدا واقفين لحظة صدق بينهم وبين الله، وبيقولوا أنا محتاج لمستك يا رب. صرختي صعدة قدامك عشان تغيرني وتبدلني يا رب، عشان تغير الموقف اللي أنا بصلي علشانه واللي أنا مهموم ليه يا رب. أنت تقدر يا رب، تقدر ترحمني اللي هي لازم. لمسة شفاء، لمسة حياة، يلمسني بإيدك، أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبة
عايز اقول لك ان الرب سمعك الليله، الرب سمعك، الرب موقف كل حاجه عشان يلتفت لصراخك، عشان يسمع الاه اللي طالعه منك. انا هسالك مره تاني، ماذا تريد ان افعلك؟ قل له حاجه واحده بس، قل له حاجة واحدة، حاجة واحدة دي أشد ما عندك، يمكن ما تكونش ليك، يمكن تكون لغيرك، حاجة واحدة بس اصنعها معايا الآن يا رب. تهتمش بالتفاصيل، ليه كان أعمى وإيه اللي وصله للعمى وفين ولا حاجة من دول، اللي أنا محتاجه حاجة واحدة بس، شفيني، رد لي البصر مرة تاني، رد اللي ضاع مني، غير طريقة حياتي، غير حياتي يا رب، ارحمني، غير حياتي يا رب، ارفع مستوى إيمانك، ارفع مستوى إيمانك، ارفع مستوى توقعك وانت مصدق. غمض عينك عشان ما تشوفش الواقع، عشان عينك الروحية تتفتح من جوه، تشوف السد هو مادد ايده على حياتك. مصدق فيك وفي رحمتك يا رب، مصدق فيك وفي امانتك، مصدق فيك وفي قدرتك يا رب. انت سامع صوتي يا رب، سامع قلبي واللي في اعماقي، ارحمني برحمتك يا رب، ارحمني، ارحمني واصنع معايا معروف يا رب، ينور الحياة قدامي عشان ارجع اشوفك يا رب، ارجع اسمع صوتك. انا محتاج لمسة شفاء يا رب، أنا محتاج لمسة حياة، يمكن لجسدي، يمكن لعقلي، يمكن لروحي، يمكن لجوازي، يمكن لبيتي، يمكن لشغلي، لحد أنا بحبه يا رب. أنا محتاج لمستك يا رب. هو شعنا، أنت إله خلاصي يا رب، أنت إله خلاصي، وأنا مصدق في خلاصك الليلة يا رب، أنا مصدق في خلاصك
كلمة واحدة منك كافية يا رب. أنا مصدق فيك يا رب. اقعد في مكانك، صلي مع حد جنبك صلاة بسيطة، صلاة قصيرة، وانت بتصلي لأخوك بتصلي لأختك، ولا رب مدي ايدك بالرحمة النهاردة على أخوي يا رب. بس كلمات بسيطة، مدي ايدك بالرحمة يا رب، مدي ايدك بالرحمة يا رب.